شرح بسيط جدا لفكرة DXN. هدون منتجات نستهلكهم ببيوتنا، هذا معجون أسنان وقهوة وصابون وشامبو، مين منا ما عنده من هدون؟ كلياتنا صح؟ طيب بس لحنا كل حياتنا بندفع حقهم. طب هلأ شلون ناخدهم هدون ببلاش طول حياتنا وفوقهم أرباح؟ لاحظوا معا مني، جيت أنا اشتريت هالمستهلكات من شركة DXN، رحت أنا بعد ما جربت هاي المنتجات حكيت لمين؟ لرفقاتي وقرايبيني، وحكيت على السوشيال ميديا انه في مستهلكات بشركه DXN ممكن تحصل عليها مجانا. كيف؟ لاحظوا معا مني، لما ضميت حضرتك اشخاص لشركه DXN صار عندك ارباح بسيطه باول شهر من خلال مشتريات الاشخاص اللي دخلوا للشركه من قبلك، صار عنا ارباح، صار عنا معجون اسنان هذا ببلاش، خلاص ما عاد ندفع حقه امنا. طيب بعد منا شاركنا الفكرة أكثر وصار في أشخاص مسجلة بالشركة وعم تستهلك من قبلك أيضا نفس الحكي، صار عندك زيادة أرباح فوق معجون الأسنان هذا اللي صرت تاخده ببلاش، صرت تاخد قهوة ومعجون أسنان ببلاش. هذا البداية، هيك البداية الصح DXN. بعد منا أيضا شاركت الفكرة أكثر، صار عندك هدول ثلاث منتجات تاخدهم ببلاش من الشركة. ليش؟ لأنه صار عندك مشاركة الفكرة مع أقاربينك وأصدقائك. طيب أيضا صار عنا معجون الشامبو أيضا ببلاش. ليش؟ صاروا هدول منتجاتي ببلاش. ليش؟ لأني أنا شاركت الفكرة وصار في مستهلكين من قبلي بالشركة، تمام، من طرفي فاتوا الشركة وصاروا يستهلكوا من الشركة، صاروا هدول مجانا. طيب الشهر اللي بعده شو صار؟ أنا بشارك الفكرة أكتر، كبر الفريق المستهلك، صار عندي فوق هدول أرباح. هاجي أنا بكل بساطة أخذ منتجاتي من الشركة مجانا، هذا هو الاستهلاك الحكيم، منتج طبيعي عم بستهلك وببلاش، صرت أخذهم وفوق منهم شو؟ فوق منهم أرباح. الشهر اللي بعده أيضا عملت نفس الحكي، كمان عرضت الفكرة أكثر وصار في عندي مستهلكين أكثر، زادت الأرباح، صاروا مستهلكاتي فوقهم أرباح. والشهر اللي بعده كذلك، والشهر اللي بعده كذلك، والشهر اللي بعده كذلك، الشهر اللي بعده كذلك، إلى أن توصل إن شاء الله تعالى لأرباح كبيرة من خلال مشاركة الفكرة. حيكون مستهلكاتك اللي طول حياتك بتدفع حقها مجانا وفوقها أرباح. حياكم الله، هي فكرة DXN بكل بساطة.